إنا لله وإنا إليه راجعون. توفي قبل قليل الوزير الأول السابق عبد الرحمن اليوسفي في مستشفى خليفة بعد مضاعفات في حالته. وكان اليوسفي ينتمي لحزب الاتحاد الاشتراكي، وقد قدم إدريس الشكر الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي تعازيه لعائلة المتوفى بمن فيهم زوجته ماري هيلين. يعد الراحل أحد وجوه تاريخ المغرب الحديث، وقد تولى منصب الوزير الأول بين 4 فبراير 1998 و9 أكتوبر 2000 نجوش.